معانا النهارده ضيف اخر مره شفتوه في برنامج كان من 23 سنه. بصراحه احنا تعبنا قوي يا جماعه علشان نقنعه يجي يصور، بنفاوضه من سنه 2011 لانه كان بيتوتي منطوي يعشق الوحده لدرجه ان جيرانه في العماره ما بيعرفوش انه ساكن معاهم. ضيفنا النهارده اطيب مطرب في مصر، صوته عباره عن كوكتيل مشاعر مع حسيس على شويه جزر مضروبين في خلاط. معانا ومعاكم مطرب السالوبيت مراكب الغنوه الرومانسيه زودياك الغنوه العاطفيه محمد محيي. يا ويلي 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 يابا. الحمد لله على السلامة محيي. محيي جاي من الجيم بتاع الاوتيل على هنا على طول. الابس عند محيي جامدين. اهو محيي ده كله ما يجيش ورك الشحات مبروك. محمد محيي يا جماعه لا يتحرك من المنزل. مش عايز اقول لكم اسعد واحد بالحاله دي البواب بتاع عمارتهم. اخيرا شفناك نازل. ليست فيديو حلو. ايقاع هادي جدا تمام ريلاكس كول. شكرا. نورنا محيي. تحس ان محمد محيي وهو ماشي على المارينا رايح رحله مع المدرسه بتاعته. ماي فيفرت تيم برازيل. اسيل. شور يس. اضحك خلص كل الضحك في عياط بعد كده في انهيار. يو فيزيت كايرو؟ نو. على فكره الحلقه دي يا جماعه سواقه في محمد محيي محتاج صدمه، صدمه علشان يفك ويرجع تاني للفن. انتوا عارفين ان محمد محيي عنده بيات شيتو بقاله مثلا 8 سنين. ارجع لجمهورك، ارجع ليور فانز، فوق بقى اعمل غيبوبه يا جماعه. اللايف جاكيت ده ما ينفعش مع محيي، محيي محتاج عوامه كتافات الاعلامي. لا انا سباح هايل ما تقلقيش. هنشوف هنشوف محيي ده اختبار. تسلم ايدك. محيي اخيرا ركب الزودياك. دلوقتي هتنزل غنوه قادر ترقشني مع الاسماك، قادر تقطعني ايدين وراك يعني تفرمني وفي اللانش تنساني في البحر غرقني حقوم وعوم تاني وروح بعيد مش حبكي على ليالي تاني. هو كويس انه ماشي ببطء. ما خايف من الزودياك، امال جاي من الجيم وعامل لنا فيها كتكوت الامير. طب احنا اساسا في مكان ايه؟ مكان اسمه ايه؟ الجونة. بس تحس ان محيي وهو قاعد كده في ملامح من احمد شديد ناوي. ليه بيفكروني عنيك؟ ليه بيكلموني عنيك؟ ليه بيرجعوني ليك واسهر لك ليالي ليالي وكان قلبي خلاص ارتاح من نادية وامل سماح. My favorite song for me لسه فاكر. على فكرة محيي يا جماعة ما بيغنيش كده بسهولة، أكيد مارية حركت فيه حاجة. لسه فاكر يا حبيبي. تأثير الأنثى جامد أوي. محيي بدأ يغني يا جماعة. هو أنت غبت إمتى؟ قالت بجد ولا إيه؟ لا يمكن. أه ده الحركة اللي هو بيعملها يعني؟ وبعدين محيي ده لما هيغرق يعني صوته مش هيوصل، ده محتاج كورال يزعق له. الحقوني. أنا بحب نيمار. هو بيحبك يا محيي. بتشجع أنهي فريق؟ الزمالك. زملكاوي. بحب مؤمن زكريا. وبيحب مؤمن بتاع سندوتشات. من القدام بحب كابتن حسن شحاته طبعا. طب ما تخش على الدزوي. طب وكابتن ابو رجيله فين؟ اعتقد ان ميدو عقليه كرويه يعني في مصر محتاجاه، بحبه جدا وهو لعيب كوره وهو كوتش. خلاص يا محيي ده اخوه مش هتكلم عليه كده. وكزملكاوي بفرح قوي لما بيعمل اي انجاز. كزملكاوي انت هتنبسط النهارده. امبارح كان عيد ميلادك؟ اه. بقى عندك كام سنه يا محيي؟ يا سلام. عايزين نجيب تورته على سمكه قرش كده ونروح. حاطين فيها الشمعايا. العب. ازاي 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 دي مطلع غنوه جديده. ازاي 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 يعني عارف الجو خلاص. طب ما انزل المايه بقى. هتنزل مش هنحرمك من حاجه. هنصور ازاي حضرتك؟ المركب هناك مجهز بكل حاجه ومجهز كمان ان التيشيرت ده يتغسل ويتكوي والجو ده ولا ايه؟ ولا ايه ولا ايه؟ عاجبك؟ والله محيي احنا ما كناش قاصدين بس هو حظك البحر الحقيقه بيحتفل بيك. يا نهار اسود. هوبا. محيي سكت يا جماعه، انا حاسس ان هو مغمى عليهم بيفوقوه. يا خراشي. لو اديتك ما تبررش يا اخ ادم. يا جماعة محيي بقى سايلنت.
موحي في مرحلة التشهد. هانت هانت امسك نفسك يا موحي. عايز اقول لك ان في زيوتك كلهم سكتوا. على فكرة زوجتك والمصحف ممكن يتقلب بيهم في بص الموج جاي كده. لا يا جماعة شكل الموضوع صعب قوي. تيجي نرميهم في الماء ونخلص يا جدعان. الحمد لله على السلامة يا موحي. بص محي ما عم زي الكتكوت المبلول. يلا سلام يا محي. طب ايه اطلع بميوم بقى ولا ايه؟ هتقعد في الشمس هتنشف وهجيب لك ايهم ماشي هيظبط الشعر. اه في الشمس هاشم والله. بص يا شمس عزيزه قويه تمام. هجيب لك ايهم دلوقتي وهيظبط الشعر. ابتدى الكورونا توتر كله عمال يراضي محمد محي دلوقتي. يا استاذ اهدى اهدى يا استاذ معلش ما كانوش نقطته ميه. بحرق لبسي دي بشر تاني. صباح الخير يا جماعه. حد يقول لغواصين تجهز.